فالذي جعل لكم من الشجر الأخضر الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله بلى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون
بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد خلقنا الإنسان في كبد بسم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بسم ألم نجعل له عينين الله ألم نجعل له
اهتدينا ومن اجدينا فلقد حمل عقبا وما ادراك ما والله أكبر
صدق الله العظيم.